مع إدخالها أرض الميدان تملك الخوف حلف الناتو والقوات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط، فهي القادرة على التعامل مع 80 هدفا بآن واحد بفضل التقنيات الجديدة التي أدخلت عليها وجعلت منها كابوسا بكل معنى الكلمة للقاذفات والطائرات المعادية وللصواريخ متوسطة وبعيدة المدى. منظومة S-400 النسخة المحدثة عن S-300 يمكن لراداراتها المتطورة رصد 300 هدف ولو على بعد 600 كيلومتر وتحقيق إصابات دقيقة في دائرة قطرها 400 كيلومترا، ما شكل الهاجس لدى مسؤولي البنتاغون وحلفائه الغربيين. يمكن للمنظومة أيضا التعامل مع الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات الحربية والاستراتيجية والتكتيكية وكافة الأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكن الأبرز هي قدرة المنظومة على كشف طائرات الشبح الأمريكية والصواريخ المجنحة والطائرات بلا طيار وشبح. تتمتع S-400 بقدرتها على التعامل مع الأهداف الأيروديناميكية على مسافات تبدأ من 3 كيلومترات إلى 240 كيلومتراً. S-400 قادرة على العمل في ظروف الحرب الإلكترونية وأسوأ درجات التشويش، الأمر الذي ميزها عن مثيلاتها الأمريكية والغربية. قدوم S-400 إلى المنطقة كان أحد الخطوط البيانية التي غيرت قواعد الاشتباك وفرضت واقعا جديدا على أمريكا وحلفائها، ما رسخ أهمية ثنائية موسكو دمشق في محاربة الإرهاب.